بيبدأ الفيلم مع الموظف فارون واللي شغال في معرض لبيع العربيات، وبيكون واضح جدا انه شاطر في شغله وبيقدر يقنع اي عميل انه يشتري عربية. ولسه بيقفل البيعة دي الواد ابن العميل بيعيط ويقول له انا عايز اروح يا بابا، والبيعة بتبوس من فارون يا استاذ يا فندم، ولكن العميل بياخد ابنه ويمشي، خد يلا تعالى هنا هات العربية دي يلا يا عم روح في داهية. وبعدها بيخلص شغل ويخرج مع اصحابه وبيقول لهم ان هو راجل قوي في البيت، ومراته بتترعب بس من كلمة واحدة، فبتتصل مراته يا نهار اسود ولا كلمة يا جدعان، وتقول له انت فين يا استاذ انا عايز اخلف. ايه انا لسه في الشغل وعندي عملاء كتير. فتقول له لو ما جيتش البيت في خلال نص ساعه هشلوحك يالا. قال لها نص ساعه؟ نص ساعه كتير، دقيقتين وهكون عندك. ويقفل معاها ورهوان على البيت، واول ما يوصل يا ساتر هي بتبص لي كده ليه، فتروح له وتقول له تعالى انا عايز ادخل الحمام. هو انت شربت النهارده؟ انت مش عارف ان احنا هنعمل اوف مع بعض النهارده وان ده هياثر على الولد؟ ماشي يلا مش مهم، ما تيجي بقى ونجيب حماده. وهوب بيعملوا الاوف كله مع بعض، وديبو بتكتب في النوته ان المعركه الاولى خلصت، وبتقول له انت جاهز للمعركه الثانيه يا قلبي؟ ها انت بتقول ايه؟ بقول لك يلا بينا ونجيب زيزو. يقول لها زيزو مين؟ احنا لسه مخلصين حماده وربنا ما يحصل. لا 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 لا, لا مفيش منه. واوف هوب وبتخلص المعركه الثانيه، والحاج فارون بيفرفر منها، فتقول له يلا بقى قوم ما تهزرش نعمل الملحمه الكبرى. ابدا عليا طالما يحصل، فتتضايق عليه وتقول له كده طب روح نام بقى على الكنبه مفيش نوم هنا. وتاني يوم بيسافروا بالطيارة علشان يروحوا لأهل فارون في ديلها، بس هي لسه مقموسة منه وبتركب جنب واحد تاني، فيقول لها قومي اتفزي اقعدي جنب الست دي وانا هقعد مكاني. بقول لك ايه يا كابتن، هي المدام متضايقة منك ليه لو مؤاخذة؟ يقول له طب ايه لازمتها لو مؤاخذة؟ قال له قصدي يعني لو محتاج مساعدة في حاجة العبد لله موجود. قال له ايه بس يا بابا هو انت فاهم حاجة؟ ولما يلاقيها زعلانة بيحاول يصالحها. بقول لك ايه، ما تيجي نخوي الواد حمادة وزيزو في الطيارة. وقف الطخ هوب بتطلع من الحمام، والمضيفة بتدخل وراها ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ بلعب باليه. وبيوصلوا البيت اهل فارون وامه بترحب بيهم وبتقول لهم يلا جهزوا علشان فرح بنت خالتك النهارده، وفعلا بيجهزوا وبيروحوا الفرح بالليل. وتيجي واحده من قرايب فارون وتسال ديبو انت متجوزه من امتى يا اختي؟ قالت لها من 7 سنين. ايه ده ولسه كل ده ما خلفتوش؟ اصل انا وفارون مأجلين شويه. وعمتها لما تلاقيها زعلانه تروح لها وتعرف منها انها مش بتخلف، فتقول لها بقول لك ايه يا بت انا اعرف دكتور شاطر هيخليكي تخلفي هوا. تقول لها بجد انا موافقه. والتاني يوم مراته بتفتح الموضوع معاه، واخت فارون بتحاول تقنعه وتقول له ان الدكتور ده اخصائي خصوبة عالمي ولو عايز تخلف لازم تزوره انت ومراتك. فيقولها فارون لا 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 مفيش الكلام ده انا هخلف مش محتاج دكتور. فيعرفوا جوز اخته ان هما ما كانوش بيخلفوا لمدة 5 سنين، ولكن لما راحوا للدكتور جوش جابوا طفلين في سنة. قال له يعني انت خلفت طفل كل 6 شهور؟ قال له انت غبي يا ابني قصدي جبت 2 توأم. هاها ومع ظنهم عليه بيقتنع بكلامهم. وتاني يوم بيروح للدكتور جوش وبيسأله عن علاقته مع مراته. بص احنا مبسوطين 100 فل و10، بس اوقات بيحصل مشاكل ما بيننا. انت غبي يا حبيبي قصده على المعارك اللي ما بيننا. لا 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 انا 100 فل و10. طب بتعملوها كم مرة؟ تقول له 20 مرة. في الشهر؟ لا في الاسبوع. ايه انت بتعملها ازاي يا ابن اللعيب؟ ده انا دكتور وعمري ما عملتها. المهم بصي انت لازم تخلفي بسرعة لان بويضاتك بتقل بطريقة كبيرة. طب وبالنسبة لي انا تمام يا دكتور ولا ايه؟ قال له بصراحة وانت كمان السباحين قال له عندك جدا. سباحين ايه؟ هو احنا جينا عند مدرب سباحة ولا ايه؟ قالت له قصده يعني انت فاهمني ولا ايه؟ صح صح معايا. وبيقول له ان السباحين عندك اقوياء بس بيضعفوا اول ما بيدخلوا عالمها، وعشان كده هناخد محاربين مراتك ونحطهم مع السباحين بتوعك وهنعمل معركة صناعية في المختبر، ولما يتشكل الجنين بإذن الله هنزرعه لمراتك. هو الراجل ده بيقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة منه. يا عم افهم من الاخر، العملية دي اسمها اطفال الانابيب. وديبو بيكون فرحانة وتقول له كده هقدر اخلف اكيد؟ فيقول لها تعالى اوريكوا حاجة. هنا بقى المختبر اللي بنعمل فيه العملية، وهحب اعرفك ان مراتي هي دكتورة المختبر. عايزك بقى يا عم غضنفر تجيلي بكرة عشان اخد منك عينة. والتاني يوم بيروح المستشفى والممرضة بتدي له علبة وتقول له استنى دورك، فيروح يقعد ويستنى دوره. ايه ده الراجل ده بيعمل ايه هنا؟ لا امسك اعصابك انت لسه شفت حاجة. وبيطلب من فارون يدي له العلبة. هو انت متأكد يا حاج انك في المكان الصح؟ بعدها بيجي الدور على فارون وبيدخل الأوضة علشان هو انتوا لسه هتتفرجوا، عدي يا ابني عدي. ويسلم العينة للممرضة وبيبعت رسالة لمراته ويقول لها كله تحت السيطرة. وبعد يومين مراته بتعمل العملية، والدكتور يقول لهم كده أنا خلصت والعملية نجحت، وبيعرفهم إنه هيعمل اختبار حمل بعد 14 يوم، بس أهم حاجة ترتاح الفترة اللي جاية ومحدش يضايقك. ومن ساعتها المعلم فارون هو اللي بيطبخ وينظف وبيعمل كل حاجة في البيت. وبعد ما يعدوا ال 14 يوم المستشفى تتصل بمراته وبتطلب منها الممرضة إنها تيجي عشان تعمل اختبار الحمل، وفي ثانية لثانية بيكونوا هناك. وهنا بقى يظهر المعلم هوني ومراته مونيكا، والاتنين زي ما انتوا شايفين مترقعين على الآخر، ومونيكا بتدعي إنها تبقى حامل. وبنعرف ان هما كانوا في المستشفى في نفس الوقت اللي كان فارون ومراته موجودين فيه وعملوا نفس العملية،
وبتيجي الممرضة بتنادي على عائلة باتري. ايه ده؟ انتوا جيتوا انتوا الاتنين ليه؟ ما انا اسمي فارون باتري وانا هوني باتري. والممرضة: يا نهار اسود دكتور الحقني. فيروحوا وراها والدكتور يقول لهم: بص حضراتكم احنا عندنا مشكلة. مشكلة؟ مشكلة ايه انت؟ بص مش عايزكوا تقلقوا خالص، هو بس حصل لخبطة بين السباحين بتوع جوزك والسباحين بتوع هوني. نعم يا اخويا. والنبي لا تهدى. بص يا معلم، المشكلة ان اسمك فارون باتري والاخ التاني اسمه هوني باتري، ومن الاخر العينات اتلخبطوا مع بعض. يعني مراتي ممكن تكون حامل من القرد ده؟ هو ده اللي مزعلك يا غبي؟ ما انا مراتي هي كمان حامل منك. والله لا شقك يا دكتور الغبرة. طب استنوا سيبوا لي فرصة افهمكوا، احنا ممكن نعمل عملية اجهاض. انت اتجننت؟ احنا هنرفع عليك قضية. دكتور ايه وبتاع ايه؟ انت بتاع كنافة يا اخي. ويمشوا من المكان. وفي البيت ديبو بتعمل اختبار حمل وبتعرف انها مش حامل. يقول لها: الحمد لله، كنت خايف ان انت تحملي من القرد ده. يلا ننام وبكره نرفع قضيه على الدكتور. وساعتها ديبو بتحلم انها خلفت طفل على شكل هوني وبتقوم مفزوعه. اما القرد هوني، قصدي المعلم هوني، بيرقص مع مراته في الجيم وهز يمين وهز شمال وهوب بيغمى عليها فياخدها ويجري على المستشفى. وفارون وديبو بيكونوا هناك برضو. والدكتوره تقول لهم: انت حامل؟ نعم يا اختي. وكمان مونيكا بتعرف انها حامل والدنيا خربانه مع العيلتين. وفارون يقول لها: لا يمكن يجي الطفل ده، لازم تنزليه. فتقول له: انا لما صدقت اني بقيت حامل. وبعدين يا راجل لو سقطت طفلهم ممكن هوني ومراته يسقطوا ابننا كمان. يقول لها: ايه حامل هي كمان؟ لا 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 لا، مستحيل يحصل، مفيش حمل. في نفس الوقت هوني بيقول لمراته: اوعي تعرفي اهلي وحياتي ابوك انك حامل لحد ما نشوف هنعمل ايه. وامه تستقبلهم: الف مبروك يا حبيبي، العيله كلها مش مصدقه انك هتبقى اب وكلهم موجودين. ايه ده؟ هو مين اللي قال لكم؟ تقول له: اسكت، مش انا الممرضه كنت واخده رقمها وهي اللي عرفتني يا حلاوه. ويغضب ويسيبهم ويمشي. فتلحقوا مونيكا وتحاول تقنعه ان هما يسيبوا الطفل، ومع الزن عليه بتقنعه في الاخر. وبالليل هوني بيتصل بفارون ويساله: هو مراتك حامل؟ انت بتقول ايه ياض؟ قول كده عشان ما سمعتش. قال له: يا عم مراتك حامل؟ اصل انا مراتي حامل. ايه مستحيل، انت اكيد بتهزر، هو الكلام ده فيه هزار. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايز ابني يا جدع، غور يالا في داهيه، اقفل سك. وهوني بيقول لمراته ان ديبو هي كمان حامل وخايف ان هما يسقطوا الطفل. تقول له: طب وانت هتعمل ايه؟ هعمل؟ لا انا هعمل وهعمل، من بكره هنسافر ليهم. وفارون بيسال جوز اخته المحامي: احنا لو نزلنا الطفل ممكن هوني يمنحها بامر من المحكمه تنزل الطفل؟ قال له: اكيد طبعا، بس ديبو لانها الام هتكسبها. قال له: تمام احنا هننزل الطفل. وبيروحوا تاني يوم هما الاثنين، وخلاص ديبو هتنزل الطفل بترجع في قرارها في اخر لحظه لما تشوف الطفل في السونار. وفارون: يهديكي يرضيكي، لازم ننزله يا ستي. تقول له: كده هقتل طفل بريء، ملهوش ذنب، اخر قرار مش هنزله. فجاه جرس الباب بيرن فيروح يشوف مين اللي بيخبط. يا نهار ابيض، الحقيقه ديبو، هوني ومراته هما اللي بيرنوا الجرس، انا مش هفتح. تقول له: يبقى انا اللي هفتح. نعم، عايزين ايه؟ احنا هنتكلم على الباب. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي، احنا بينا اهل. اهلي ايه وبتاع ايه؟ عايز ايه يا عم القرد؟ قال له: عايز اطمن على طفلي. بقول لك ايه، حافظ انت على طفلي وانا هحافظ على طفلك. قال له: بقول لك ايه، ما تعصبنيش، ديبو هتولد بعد 9 اشهر، ابي تعالى خده. ولما يمشوا ديبو تتعصب عليه: هو ايه اللي انت قلته ده؟ عايزني اشيل طفله 9 شهور في بطني واستحمل الالم الولاده وفي الاخر اديهم لهم بكل سهوله؟ اسمع، قرار نهائي، انا هحتفظ بالطفل ده لينا. فيقول لها: كان لازم تنزليه، ده مش ابني. فتزعل منه ديبو وتقول له: انا سايبه لك البيت. فيلحقها ويعتذر لها ويقول لها: معلش انا القرد ابن القرد ده كل ما اشوفه اتعصب. وهوب بيتفاجئ بهوني ومراته داخلين عليهم بعربيه شحن. خير يا جدعان، في ايه؟ قال له: هو انا ما قلتلكش احنا اجرنا شقه لفوقيكوا، وسع بقى عشان ننزل العفش. وفارون وديبو مصدومين. ومن ساعتها يا جدعان كل يوم بيعدي بنشوف العم هوني بيراقبهم بمنظار. لا وكمان حط له علامه الحوامل على العربيه على اساس انها تقعد في الكرسي اللي ورا، وبقى ينزلوا كل يوم ليهم الاكل علشان الطفل يتغذى، والبيت بقى بيتهم يا صديقي. وفي يوم هوني شاف ديبو شايله حاجات كتير، فيروح لها ويقول لها: عنك يا ست الكل، انت دلوقتي في الشهر التالت ولازم ترتاحي. وبتمر الايام وديبو بتبقى في الشهر الخامس، وفارون بيجيب لها العقد وديبو تقول له ما فضلش غير القرد هوني يوقع عليه. وبيجي تاني يوم هوني ومراته بيقول لهم: انا لما عرفت انكم عملتوا عقد خليت المحامي بتاعي يعمل عقد هو كمان. مفيش حد احسن من حد. واول ما ديبو تقرا العقد بتاعه تتعصب: ايه اللي مكتوب في العقد ده يالا؟ يقول لها: ماله؟ تقول له: مكتوب فيه ان الطفل هيدرس في كندا ولما هيكبر هيكون لعيب كرة او مغني راب. يقول لها: ماله، ما هو زي الفل اهو، مش احسن من عقدكم اللي مكتوب بالانجليزي ومش فاهمين منه حاجه؟ ديبو تقول له ان العقد مكتوب فيه ان هما مالهمش علاقه بطفلهم اول ما يتولد، واحنا يا سيدي مش عايزين ابننا، يعني من الاخر طفلكم عندكم وطفلنا عندنا. قال لها: حمرا، مفيش عقد يا وليه هيتمدي، احنا كنا عايزين نبقى عيله واحده. قالت له: بره. قال لها: بره بره ومفيش سلام.
وفي الشهر السابع ديبو بتسأل الدكتورة عن ملف طفل هوني، فبتقول لها مش هينفع، المعلومات دي سرية. بعدها ديبو بتروح البيت مونيكا وبتعزمها على أكل في الشارع، وبتسألها انت بتحاولي تخلفي من امتى؟ فبتقول لها من 6 سنين. وبدأوا يقربوا من بعض، وبتقول لها مونيكا ان هوني مبسوط بالطفل قوي، بس الطفل اللي في بطنك هو متعلق بيه أكتر لأنه بيعتبره ابنه. وبنلاحظ ان ديبو بدأت تحبها. اما المعلم هوني بيروح لفارون وبيقول له احنا الاثنين ملناش ذنب في الموقف اللي احنا فيه، وكل اللي انا عايزه اننا نبقى اصحاب، وهات يا ابني كاسين. وهوب بكسف التاني والاثنين خربوها رأس مع بعض، وبدأوا هما كمان يبقوا اصحاب. بس مفيش ثواني وهوني بيسأله عن حالة الطفل، قال له معرفش. قال له ايه، انتوا لازم تاخدوا بالكم منه كويس لان ديبو في الشهر السابع ولازم ترتاح كويس. قال له ما تتدخلش في حياتنا. قال له ازاي الطفل ده ابني يالا؟ فيتعصب فارون عليه فيهدده هوني لو الطفل حصل له حاجة أنا مش هسيبكوا في حالكم. وبدأوا يزعقوا مع بعض، ومدير المكان بيجي يطردهم عشان صوتهم عالي. هوني يقول له اقعد على جنب يا اسطى، شرطة مين وبتاع مين؟ وفارون بياخد بعضه من قصرها وبيمشي، وهوني بيكمل سهرته، ومدير المكان بيتصل بالشرطة. وبيرجع فارون لبيته ومراته بتعرفه إنها شافت مونيكا النهاردة، بس هو ما بيكونش طايق وبيتعصب عليها فتزعل منه وتعيط. وفارون بيعتذر لها ويقول لها أنا بس متوتر شوية لأن أهلي هيجوا الأسبوع اللي جاي، فتعرفوا إن هو مش مهتم بالطفل زيها. فيقول لها يا ستي أنا قلت لك مش ابني. تقول له دي تاني مرة تقولها، بس هقول لك ايه، مش انت اللي تعبت ولا شلته في بطنك 9 شهور، انت تعرف اني ما بقتش البس لبسي ولا اكل الاكل اللي نفسي فيه، ده غير الالم اللي بحس بيه كل يوم، وكمان شعري بيقع، انت حتى يا راجل مش مهتم بيا ولا فرحان علشان اخيرا هيكون عندنا ابن، وبتسيبه وتمشي. وبالليل الباب بيخبط ويفتح يلاقيها مونيكا وبتقول له انها بتولد، وهوني موبايله مقفول. وعلى طول بياخدها فارون وديبو للمستشفى، والدكتوره بتنصح ديبو انها ترجع البيت لانها لازم ترتاح الفتره دي. وفارون بيحاول يتصل بهوني ولكن الموبايل بتاعه لسه مقفول. والممرضه تروح لفارون وتعرفه انها خلفت بنت ولكن حالتها خطيره وهي في الحضانه دلوقتي، فيزعل فارون ويقول لها انا عايز اشوفها، وبيكون خايف عليها جدا. وبيسال الدكتوره عن حالتها واذا كانت هتعيش ولا لا، فتقول له انها ما تعرفش، ادعي انها تعدي المرحله دي. فيعيط فارون وبيكون متاثر. وبيوصل هوني وبيعرف ان مراته خلفت بنت، فيجري يطمن على مراته فتقول له انها عايزه تشوف بنتها، وفعلا بيروح يشوفوها وبيكونوا فرحانين جدا بيها. ولما يشوفهم فارون بيصعبوا عليه وبيرجع يعتذر لمراته ويقول لها انا اسف يا ديبو. وتاني يوم بيروحوا لهم هما الاثنين يطمنوا على الطفله، ولكن حالتها بتكون لسه خطيره، وبتحاول ديبو تواسي مونيكا. وكل يوم بيعدي العيلتين بيقربوا من بعض اكتر. لا وكمان المعلم فارون بيجيب لبس للطفله، لحد ما في يوم بتتحسن صحه الطفله وكلهم بيكونوا فرحانين. وفارون جاي يبصها بيقول لك ايه استنى اقم بقك الاول. وبعد شهرين مرات فارون بتتعب وشكلها هي هتولد هي كمان، وبتقول له انا عايزه شنطتي. طب يا ستي انا هجيب لك شنطتك. ايه ده، اه الظهر يعني. فبيتصل بهوني فيركبوا كلهم عربيته وبيتحركوا بسرعه على المستشفى. وفارون بيوصل مش قادر يمشي، زقيني والنبي يا مونيكا. وبيروح جنب مراته والدكتور يقول لهم نتامل ونهدى شويه، وحياه امك ده وقته، وهي كمان بتخلف بنت. وفارون يشيلها وبيكون فرحان بيها جدا، وبيقول له هوني تعالى شيلها، انا شيلها. امال امي؟ ايوه انت. وبيبقى فرحان جدا بيها، والعيلتين بقوا عيلة واحدة. وبكده يخلص فيلمنا. ما تنساش يا صديقي تعمل اللايك الجميل عشان بتعب جدا، والاشتراك في القناة يوصل لك كل بهاريز الأفلام. سلام يا برو.